حدود مع الاخرين هتبقى في مشكله مع هما مرايتنا زي ما قلنا. يعني احنا عايزين نسال الشيف حسن بالزبط. انت كنت طفل شقي وبتفشي الاسرار جدا جدا. لا لا ما فيش اسرار. لا ما تقولش حاجه كده. لا لا انا كنت شقي جدا. بتقول احنا على فكره عندنا كمان العكس. الطفل اللي هو ما بيقولش بقى بيتكلمش خالص. اه فدي بتبقى مشكله بتواجه. لا انا ما اعرفش اطلع الكلام بره خالص والله. كتوم يعني. كتوم وطول عمري وانا طفل لحد دلوقتي. لا ما هو دلوقتي احنا عارفين. لا مش موضوع. انا بتكلم وانت صغير. انت شكلك كنت شقي. ايوه انا شقي بس ما بنقلش اخبار امي وابويا. لا 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 انا البيت خالص. لا 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 ما تقولش بس لحد دلوقتي. ما بقولش ايه؟ بتقول عادي. لا والله. لا والله. والله كنت ده عايز يجندني وده عايز يجندني. لا مش مصدق. انت في حلفان واحد بس اللي بصدقك فيه. ورحمه ام. بس صدقك. هو دايما بيقول كده يسكتنا على طول. لا والله انا كنت شاي جدا بس ما حدش عارف يجندني خالص. الله عليك. انت تتكلم وتقول اللي انت عايزه بس. عشان حسن حدقه. اه انت حدقه. وبعدين انا خدي بالك ان تربيتي منطلق. الدنيا واسعه قدامي. ما عنديش عراقيل ما عنديش اي مشاكل. الله عليك. عايش حياتك طول العرض. هبة احنا دلوقتي متصلة معانا استاذة منى قالت لك انه ما بتبقاش عارفة تفرق بين انه الطفل ده صريح ومؤدب عايز يتكلم الصراحة مش عايز يكذب او انه بيفشي سر ودي مشكلة بيقع فيها امهات واباء كتير. طيب جدا هو الكذب ايه اصلا؟ الكذب هو هروب من مشكلة. طيب انا دلوقتي اتحطيت في موقف عايز اطلع منه فهكذب عليكي خلاص. فده اسلوب بنسميه problem solving. ده تطور في الذهن المخ العكس الاطفال اللي هي اللي عندها نمو صحي بتبدا من اول سن ممكن سنتين ونص فيبداوا يكذبوا عشان لما يوقع مثلا حاجه انت مين اللي عمل كده. ف مش شايفه ده انه على حسب عقاب الاب والام لو هم شداد قوي الطفل بيكذب اكتر. بالظبط هي الطريقه بتاعتي. لو انا مثلا بلوم الطفل هبدا الطفل هيلجا للكذب. طريقه سؤالي بتفرق. دايما بنقول ما نسالش مين عمل كده او ليه عملت كده لان دي فيها اتهام. لكن اقول ايه اللي حصل او ايه اللي وقع بتفرق جدا طريقه سؤالي مع طيب مع ده ما تصرخش وتصوت في المطبخ لو وقع حاجه بره. لو ايه؟ ما تصرخش ولا تصوت لما الحاجه تقع بره من عيال. بالظبط لازم الرد فعلي يكون هادي جدا. بس احنا هنا ما قصدناش بيه الكذب ان هو يقول معلومات غلط عن مشكله زي ما تقولي. احنا هنا بنتكلم انه هو بيحاول يكون صريح. انا بعلمه الصراحه فبالتالي لما تيجي ضيفه عندي في البيت هي ماما جابت الفستان ده امتى؟ هي بابا اتخانق مع ماما ليه؟ فالطفل يا عيني هي ماما علمته انه يتكلم بصراحه بيقول الحقيقه فبيقول. هنا ازاي اعلمه انه لا الحاجات دي ما تتقالش وانه ده كده سر خرج من البيت. هو في السن الصغير اللي هو 4 سنين و5 سنين لو هو اصلا مش عارف مش هيقول. يعني لو هو مش عارف مشكله ان في مثلا مشكله خناق حصلت ما بين ماما وبابا مش هيبقى عنده حاجه يقولها للست. طب لو عارف وحصل قدامه. لو عارف وحصل قدامه وراح قال دي حاجه خلاص حصلت ساعتها انا برفلكت معاه ابني في موقف تاني في ان انا ممكن اتكلم معاه اقول له اي حاجه بتحصل جوه البيت انا ما ينفعش اطلعها بره. هنا دي نقطه تعليميه يعني انا بستغل كل موقف مع اولادي ان انا هطلع منه بايه لكن مش بلومه عليها ومش بعاقبه عليها لان هي فوق قدراته. يعني هي بالصبت. ما يلامش لكن انا عشان احنا نتعلم ايه النهارده؟ احنا حصل موقف ودي نقطه مهمه ان انا اعلم اولادي ان ممكن عادي على فكره اي حد وارد انه يخطئ ويغلط ما فيهاش مشكله لكن انا اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان ده جوه البيت ما ينفعش يطلع. احنا كمان